هاني ده عشرة عمر وما نسالوش موقف. اولا غير انه ديزاينر كبير جدا وجامد وذوقه عالي جدا واي حد بيتمنى انه يلبس منه حقيقه يعني، لكن ده هو له موقف معايا انا ما انساهوش. انا كان عندي مسرحيه مهاراتي زعيم عصابه وكان مطلوب مني بدله راس وانا ما بلبسش عريان، فكلمته هاني الحقني لازم هيبقى الافيه راح لو انا ما لبستش بدله الراس في مسرحيه، وانا مش عارف انها سفيره ومحترمه وبتاع وفجاه بتقلب رقاصه، فلازم الافيه يتعمل، اعمل ايه ومش عايزه حاجه مني تبان. فقال لي ولا يهمك اعتبري البدله اتعملت. في 48 ساعه كان عامل لي البدله اللي طلعت بقى على الشاشه تتفرجي عليها تحفه مشغوله وجميله وحشمه، فدي كانت وشكلها رقاصه عارفه كده، فكانت الحقيقه ما انسالوش طبعا الموقف ده، وعملها لي كادو كمان وقال لي ده هديه مني ليكي. كفايه 48 ساعه يعني، فانا موقف هاني بالنسبه لي ده ما انساهولوش ابدا، واقول ان هو انسان جميل جدا وجدع وبعدين ذوقه راقي جدا وذوقه حلو، يعني قدر كل الفساتين اللي انا بشوفها الفنانات بيلبسوها او هو بيعملها في الديفيليهات، لا ذوقها حلو وليها تاتش حلو، لا ربنا يوفقه يا رب ويبقى في العالميه الكبيره ان شاء الله.